جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا: أعمل في بقالة وأحيانا أتناول شيئا منها فآكله أو أشربه استنادا إلى قوله تعالى: أو ما ملكتم مفاتحه. ثم ينتابني الشك، أي أن فعل هذا قد يكون حراما، فأبادر بتقدير ما أكلت أو شربت وأخصمه من أجري، وما زلت في هذه الدوامة، أفرجوا عني همي، جزاكم الله خيرا. عليك بالتعفف، لأن هذا مال غيرك، وإذا أردت أن تأكل ولو شيئا يسيرا ألا تأكل إلا بإذن صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فإذا كنت تعلم أنه لا يمنع ذلك فلا بأس، أما إن كنت لا تدري فإن الواجب عليك أن تطلب منه المسامحة، وأن تستأذنه بذلك إبراء لذمتك وابتعادا عن ما لا يحل لك. نعم.